السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من حلقات في المختبر. طبعا أنا بأطور الكت اللي أنا حكيت لكم عنها اللي هي هذه، تمام؟ وفي إطار تطويري إلها بغير بعض الكومبوننتس شكلهم حسب طبعا إيش المشاكل اللي أنا بظهرها. فعملت أوردر تقريبا نوعا ما كبير، تمام، من بي سي بي واي عشان كومبوننتس كتير ومختلفات عن بعض، كل واحد إله تصميم مختلف. بدي أحاول يعني أحاول أمشي فيها لأيش للفيرجن الأخير قبل مثلا ما أطلقها على كيكستارتر أو غيرها، تمام؟ فخلينا اليوم بس نفتح إيش أنا طلبت من شركة بي سي بي واي، كيف عملية التغييرات اللي أنا عملتها بشكل سريع جدا فقط عشان يعني أقول لك مثلا هي هذه عملية إيش الذهاب من مرحلة ابتدائية لمرحلة أعلى فأعلى، وكمان علشان نتجنب بعض المشاكل اللي ممكن يواجهها مين المستخدم. مثلا على سبيل المثال، شايفين هذه اللمبة؟ أكيد يعني كلكم شايفين هذه اللمبة الصغيرة، تمام؟ هذه اللمبة، تمام؟ مثلا الأولاد قاعدوا يشتغلوا على هذا الكت، فمن كتر ما تحركت هذه اللمبة كده وكده 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 هي انقطعت، شايفين؟ هي انقطعت، وبالتالي إيش؟ ما بنفعش. هذا بسمي يسمى حل إيش ماله؟ حل مؤقت، حل مش جيد. معنات الكلام إنه هتاخد أنت كتير شكاوي على المنتج تبعك إنه بيشتغل مرة مرتين، بعد هيك ممكن تواجه قطع زي هيك، فهذا الأمر في مشكلة. فيا إما بغير لمبة، يا إما بغير نوعية التوصيل، يا إما بغير حاجة تانية. فأنا عملت بعض التغييرات اللي بدي أشاركها معكم عشان برضو أنتوا برضو تفكروا إنه مش كل حاجة من البداية لازم كل شيء نعمل. من بعض الأحيان بدك إيش بعض التغييرات في الطريق. فخلينا نشوف إيش عملت تغييرات. في نفس الوقت أنا خدت بعض الناس اللي عملت كومنتات، قالت مثلا بدي الكومبوننت فوق او تحت، فخلينا نشوف هيك وهيك ونشوف مين احسن مع بعض. هذا الفيديو برعايه شركه بي سي بي واي، الشركه بتعمل اغلب فيديوهاتي، وهي الشركه اللي بستعملها لانتاج اغلب اللوحات الالكترونيه للمشاريع اللي بشتغل عليها. طبعا لو حاولت انت تنتج لوحه بمقدار او بمساحه 10 سنتيمتر بضرب 10 سنتيمتر، حتى لو اخترت مش 5 حتى 10 قطع، برضو بضل ايش؟ بضل السعر تبعها $5 وهو اقل سعر موجود في السوق. لو انت طبعا غيرت اللون من لأحمر لأصفر لأي حاجة تانية برضو نفس السعر هيكون، ولكن طبعا لو انت رحت لبيربل او حاجة تانية ممكن يغلى حسب ايش؟ حسب صعوبة هذا اللون، ولكن الألوان الأساسية طبعا السعر هو عبارة عن $5. طبعا خلينا نفتح صندوق اللي فيه يعني كمية كبيرة من البي سي بيز، تمام؟ فهم عاملين له تغليف معين، ولكن خلينا نبدأ طبعا بمين بهذا. طبعا هالمرة أنا كنت قبل هيك طالب 5، وبعد ما تأكدت إنه التصميم كويس فالآن هي طلبت إيش؟ أكتر، تمام؟ فخلينا نشوف برضو عشان بس بدي أعمل كتتين مثلا للأولاد، وبعد هيك أختبرها أحطها أبعتها لمدرسة في بريطانيا هنا وأشوف، لأنه بدرسوا برضو إلكترونات هنا بس بشكل بسيط، وأشوف إيش رأيهم، بعد هيك نعمل منهج عليها ونختبرها، تمام؟ فهذه أول إشي. هي عندنا برضو بعض الحاجات الثانية، هذا طبعا حاجة أنا عملتها جديدة يمكن ما شفتوها أنت قبل هيك، اللي هو إيش؟ موديول لموتور، تمام؟ طبعا لإيش السلوت هذا اللي أنا حاطه هنا، وين الموتور هيركب، وليش هيك طويلة، إن شاء الله هيجي في الطريق، أوكي؟ يا إما نعملها حلقة خاصة، يا إما إيش بفرجيك إياها في هذه الحلقة. في طبعا حاجات تانية مغلفة بالشكل هذا، وفي حاجات مغلفة بالشكل هذا. طبعا هذا عبارة عن جامبرز، الجامبرز اللي هو اللي بيعمل كونكشن بين مثلا عنصر وعنصر، بدل ما انت تحط سلك ممكن ايش جامبر صغير هنا او طويل حسب يعني طبعا ايش كيف انت يعني هذه ممكن انت تقص كل واحدة، تمام؟ انت كل تنتين تقصها، كل تنتين تقصها وتلحم. طبعا في شغلة شباب الناس اقترحوها، قال انت بيعها زي كده، تمام؟ يعني مثلا لوحة من هذه مع لوحة من هذه، تمام؟ مع لوحة من العناصر كلها، كل واحد يعني لوحة، وبالتالي خلي المستخدم هو اللي يلحم. هل برأيكم انه لما خلي الطفل او المستخدم هو اللي يلحم شيء جيد ولا لا؟ تمام؟ فكمان هنا طبعا في حاجات تانية عملت عليها بعض التعديلات، يعني مش نفس القديم، تمام؟ ولكن شوفوا كيف بتيجي، يعني انا ضحكت عليهم شوية بحيث انه ايش هذه اصنعها كبوردة واحدة وانا اللي قطعها، لانه لو خليتهم هم يصنعوها طبعا ايش هتواجه مشكلة. هنا طبعا في حاجات تانية هأرجيكوا إياهم واحدة واحدة. هنا برضو هذا عبارة عن عناصر تانية، اللي هي عبارة عن دايودات وليدات وحاجات تانية، وهفرجيك أنا في هنا مثلا تصميم جديد للمبة اللي حكيت لك عنها، بس هفرجيك إياها بعد شوية. عملت هنا خرم شوي.
اوكي هنفتح واحده واحده من هدول، ما بديش بصراحه اعملهم تحت الكاميرا بالشكل هذا لانه مش هتفهموها ومش هتشوف يعني ايش الفائده من كل واحده. طبعا عشان بدي افاجئك ان الاوردر اللي وصل كم لوحه وقديش اسعارهم، بس عشان تعرف يعني قديش مقدار اللوحات. طبعا من كل واحده طبعا من غير ما تعرف ايش هذه وايش هذه وايش هذه، هي عباره عن لوحات تمام. كل واحدة في إلها سايز معين وإلها لون معين وإلها وظيفة معينة تمام. ولكن تقريبا طلبت أنا 10 لوحات من هذه، 10 لوحات من هذه، 10 لوحات من هذه، وهي التكلفة النهائية تبعتهم. يعني مثلا هذا أول واحدة عبارة عن $18، هذه عبارة عن $5 تقريبا، هذه $5 $5 $5. شوف يا شباب هنا في شغلات، شايف مثلا يعني مش عارف ليش الكاميرا، يعني مثلا طلبت 10 من هذه اللوحة $5 وطلبت 25 من هذه اللوحة برضو $5 تمام. ليش؟ لأنه بكون هذه مثلا أكبر من هذه، وبالتالي أنا بزود 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 الكوانتيتي اللي هي الكمية اللي بدي أطلبها من أي لوحة لحد ما تضرب إيش $5. طبعا في بعض اللوحات اوريدي هي إيش أغلى لأنها اوريدي أكبر تمام. فهي هذه عبارة عن 10 20 30 40 50 60 65 في هذه الصفحة تمام. وفي هنا الصفحة الثانية تكملتها، في هنا كمان 75 85 95 105 تمام. في هنا تقريبا 105 لوحة، وهذه $5 $5 $5 وبرضو $5 التوتال، بس عشان تعرف يعني تقريبا مع الشيبينج تقريبا، بس لا هنا مش مكتوب الشيبينج بصراحة، هنا $140 ولكن الشيبينج أخذ كمان $70 يعني قفلت على $200 تقريبا تمام. وبالتالي هذه من غير الشيبينج، فتقريبا كويس لانك انت لو يعني بنظره مبدئيه تقريبا اللي انا طلبتهم هذول الكتات تمام بيعملوا على الاقل 10 لوحات على الاقل. لو انت يعني معناته الكلام انه 140 على 10 تقريبا $14. لو انت بدك تحط الكومبوننتس والبينز يعني يقول $20 تمام. وبالتالي انت ممكن تمام تبيعها ب 60 70 $100 وتكون ربحان الضعف والضعفين تمام. فهذا هو اللي انا يعني بفكر فيه. ولكن طبعا في حاجات تانية برضو بتاخد مصاري، زي مثلا التركيب، زي الكومبوننتس عشان المتفرقات، وبالتالي هذا كله بياخد وقت وبياخد تكلفة زيادة، ولكن برضو في نسبة ربح ليست بسيطة. اوكي خلينا نكمل يا شباب. فالباكيجز سهل انك تفتحهم، طبعا هدول 10 وعلى ما اعتقد هدول ل اي سي، لو كان في اي سي امبليفاير شايفين. هاي الام 741 انا عاملها بالشكل هذا تمام. طبعا ممكن تقول لي كيف ممكن تدخل، فانا احاول افرجيك. يعني مثلا انا صممتها بحيث انه تدخل بالطريقه هذه، او يعني تكون بالطريقه هذه تمام. ففي هنا ثقوب توازي 4 أو 3 ثقوب من هنا، او 3 نقاط من هنا، او 4 نقاط من هنا تمام. هي مفترض 4 يا هنا، 1 2 3 4 تمام. فأنا بحطها بالشكل هذا بحيث إنه تلامس الكل، وبرضو إيش مفترض إنه مفترض إنه تلامس هنا. أوكي على الله ما أكون أخطأت. لا أوكي فيه هنا طريقة تانية. لو حطيتها بالشكل هذا أنت الثقوب هذه مش هتدخل تمام، لكن لو شفتتها الثقوب هذه كلها تدخل والثقوب هذه كلها تدخل. أنا متأكد إني عملتها صح تمام. وبالتالي هاي في عندك هنا أربع مربعات، 1 2 3 4، وهنا كمان 4 مربعات، وبالتالي إيش هتوازي تمام. إن شاء الله لما لحمها يكون في تجربة هعملها. طبعا هنا الشعار تمام، خلينا نشوف الإشي هنا. طبعا حطيت أنا positive P negative P تمام 2 و3، وهنا إيش 6 الأوتبوت، وورا طبعا هنا الاسم، وورا هنا إيش ممكن ألحم واحدة كبيرة تمام اي سي اذا كانت معي كبيره، او ممكن الحم واحده صغيره. فالتنتين يعني موجودات اوبشنز عشان انه ايش الحم هذا او هذه، وبيعطوني ايش نفس البرفورمانس. هنا مكتوب 7 سيجمنت تمام، تقريبا 7 سيجمنت نفس فكره الاوبشن بلفاير تمام. فهذا هي ال 7 سيجمنت هنا. انا زي ما انتم شايفين حاطط هنا A و B و C و D
وهنا E F G والجراوند تمام. وبالتالي أنا بحط سبين سيجمنت هنا وإيش وبتركب بنفس الطريقة على وين الشكل هذا. طبعا شايفين لو ركبتها بالشكل هذا هدول الإيش الأربعة مش هيدخلوا، وبالتالي بشفتها كده إيش هدول الأربعة هيدخلوا. وبالتالي لو أنا بدي أركب للـ A أي حاجة في عندي هنا نقطتين ممكن أركب لهم أي إشي تاني. ما أعتقد هذه الفكرة جيدة يعني بصراحة. وهنا طبعا محطوط إنه دبل سويتش، يعني سويتش بس دبل يعتبر، في طرفين ممكن أنت تأخذ منهم. طبعا لحتى الآن كلهم نفس الكالرز أوكي، ولكن بعد شوية ممكن نلاحظ إنه في غيرهم. فهذا عبارة عن سويتش، في فوق كومون نورمال أوبن نورمال كلوز، وفي تحت كمان كومون نورمال أوبن نورمال كلوز. فهذا بيعطي فكرة إنه ممكن أنت تتحكم إيش بحاجتين بنفس الضغطة. وهذا مكتوب إنه ريلي تمام. برضو خلينا نفتحه. هاي الريلي كأني طالب منها 20 حبة تمام شكله. طيب إيش الريلي هذا كيف شكله؟ أنا عملته شايفين هنا في ملف تمام. طبعا هو عبارة عن 3 أطراف هنا وهنا طرفين بس، يعني هو عبارة عن ريلي 5 أطراف. نمسكها بالشكل هذا، اللي 5 أطراف. الطرفين هدول هم عبارة عن الواحد واثنين هم اللي بتعطيهم الباور 12 فولت نفترض أو 5 فولت، والثلاث أطراف التانيين اللي هو عبارة عن الكومون، هذا وهذا عبارة عن كومون، وهذا وهذا نورمال أوبن، هذا وهذا نورمال كلوز تمام. وبالتالي الرسمة اللي رسمتها بالشكل هذا، طبعا أنا لازم ألتزم بالسايز هذا علشان إيش، عشان لما تدخل في الكيت بالشكل هذا تمام ما يكونش في مشاكل. يعني ها شايفين، يعني هنا هنا لا تالي هنا شايفين كده بنقلل الأخطاء نوعا ما. طبعا هو عبارة عن ريلي مفرد. طبعا ايش حطيت انا؟ حطيت هنا شباب زي مقاومة تمام وليد، فهذا يعتبر الليد على ما اعتقد، هذا الليد اللي هنا وهنا المقاومة له. وطبعا حط انا هنا مكان لو بدي انا اركب دايود بالتوازي مع الملف تمام. وبالتالي ايش هذا يعتبر ريلي. خلينا نشوف هذه برضو، هذه بلو وتعتبر لمبة، لمبة كبيرة تمام. مش عارف انا حسبت اني شوية مغير في الالوان بس مش مغير كتير كتير. هذا يعتبر لمبة تمام، بس ايش هذه اللمبة؟ لمبة كبيرة مش صغيرة تمام. فهنا بنحط اللمبة، طبعا حاطط هنا في زي نوتش صغيرة، خليني افرجيك ليش. طبعا الفتحتين هذولا علشان شايفين انتو هذه اللمبة فيها برضو هنا زي دان صغيرة ودان صغيرة اوكي، ولكن يبدو اني لازم برضو اكبرهم اكتر، وبالتالي هضطر انحت شوية اوكي. يعني شايفين هذه الدان الصغيرة هنا وهنا لازم اكبرها شوية لانه هذا شكله هذا اكبر تمام. فانا هضطر انحتها ناحية بسيط، ولكن يعني هي لمبة كبيرة لو انا محتاجها، ولكن غالبا هحتاج اللمبات الصغيره لانها بتستهلك تيار عالي. طبعا هنا مكتوب انه ميني بروتوتايب اتش بريدج، طبعا مش اتش بريدج هي تعتبر الحين بفرجيك ايش المغزى، وطبعا هعملت عليها تجربه جايه. طيب خلينا افرجيك شو معنى الكلام هذا. هذا يعتبر زي امتداد ولكن بشكل افقي، امتداد بشكل افقي. بما معناه انه لو انا عندي هنا الكت هذه تمام، لو بدي انا امدها بشكل افقي، يعني بدي هنا واحده وكمان واحده على الشمال تمام، مش واحده تحت لا واحده على الشمال. فاحنا اوريدي عملنا اكستنشن هنا بشكل عمودي، بشكل عمودي، ولكن كيف اعمل بشكل افقي؟ فانا عملت هذه تمام، هتركب بالشكل هذا اوكي، بس من تحت طبعا، من تحت هتركب بالشكل هذا وايش وهتركب جنبها واحده ثانيه بالضبط. وبالتالي ايش ممكن انت يكون عندك الخيار تركب هذول التنتين توالي او توازي تمام. وبالتالي هذه عباره عن ايش، عن اوبشن للموضوع هذا. طبعا هذا عباره عن التوازي تمام، لانه اوريدي انا صممتها قبل هيك عملتها، وبالتالي مش محتاج، ولكن طلبت منها اكثر لانه كنت ضل فقط كميه صغيره، فانا محتاجها علشان ايش ازود لو بدي انا اعمل اكستنشن اكثر. فانا طلبت قديش هذول كله معي تقريبا. شوف يعني مثلا انا في كل بورده عندي 1 2 3 4 5 6 6 وانا طالب 10، فصار 60، صار 60 وحده من هذول تمام. انا في كل كت، في كل كت انا محتاج قديش؟ محتاج وحده هنا اللي هي هذه، ومحتاج نص وحده هنا
تمام، وبالتالي صار ايش يعني بدي تنتين تقريبا، قول بدي تنتين، وبالتالي صار في عندي ايش، صار في عندي انا 60 على 2 30، هذا ممكن يخدم 30 كت للبيع. وهذا زي ما هو مكتوب هنا عباره عن كتله ترانزستور. طبعا اثناء الطلب انت لازم تحط هيك اسماء معينه على اساس انك تعرف بالضبط ايش هم. طبعا شوف هذه كيف انا عاملها على اساس انه يعني ما تكونش انت هذه فكره ثانيه. انا بدي استعمل في الكت تبعتي 3 ترانزستور، هل كل واحد اعمله؟ طبعا 3 ترانزستورز مختلفين عن بعض، واحد ان بي ان، واحد بي ام بي، وواحد ايش موسفيت، تمام. فهل كل واحد اعمل له يعني لوحه؟ فقلت لا، خلينا نعملهم ايش كلهم الثلاثه نفس اللوحه بالشكل هذا، وانا بعد هيك ايش اكسر هذه المنطقه، اقصها بالقطاعه، تمام، وايش واستعملها. وبالتالي هذه عباره عن ايش 3 ترانزستورات مع بعض. فانا صممت هاي نفترض هنا في 20 وحده، 20 وحده، وكل كت مثلا بدها 2 من كل واحد من هذول، وبالتالي صار في عندك ايش، هذا ممكن يخدم 10 لوحات لحالهم، تمام. هنا بنقصهم، هنا بنحط البنز، وهنا ايش بنركب الثلاث ترانزستورات، تمام. وهنا مكتوب عباره عن ليد ولكن ار جي بي اللي هو متعدد الالوان، تمام. فليد متعدد الالوان اللي هو اخضر واحمر وازرق، تمام. هي عاملينه برضو، انا مش عارف ليش عامل اغلب اللوحات اللي هو بلو، تمام. وبالتالي خلينا نشوف هاي الار جي بي. طبعا هنا الجرين، تمام، وهنا البلو، وهنا الريد، وهذه عباره عن الجراوند، حاطط انا عليها سالب. طبعا انا عارف انه الصغار او الاطفال او المبتدئين مش هيعرف انه هذا بده مقاومه، وبالتالي انا حطيت احتياطا مقاومه هنا، تمام، هشبك مقاومه هنا على الجراوند، تمام، على اساس ايش لو حط له 5 فولت، لو حط له 10 فولت، 12 فولت، ما يحرقهاش، تمام. هذا عشان تزود انت قابليه الكت تبعتك انها ايش ما تنحرقش، ويرجع لك اياها ويزود شكاوي والكلام هذا كله. فهذه يعتبر شيء جيد. وهذا عباره عن مايكرو سويتش، تمام. طبعا انا شريت مايكرو سويتش وسلايد سويتش، ولكن هذول مايكرو سويتش. هو هذا المايكرو سويتش شباب، في له كومون نورمال اوبن نورمال كلوز، وبتركب بالشكل هذا، طبعا الشكل هذا. تمام، وبتلحم اوكي، وايش بصير هنا؟ تضغط، تمام، وهي ايش بس يعني في شويه اخطاء صغيره، يعني هاي النورمالي اوبن مثلا مش ظاهره كلها، وبالتالي بالنسبه للطفل يعني مش لا لازمها مثلا تعديل بسيط، يا اما عمل يعني شويه امتداد هنا عشان يعني نتجنب المشكله هذه، يا اما بعد الحاجه ثانيه. طبعا هذه كت عباره عن كت لموتور، تمام، انا طبعا صنعتها بشكل مختلف تماما، هفرجيك يعني افتحها على اساس انه نشوف ايش الفكره تبعتها، لانه هي عباره عن موتور مختلف عن اللي في راسك، عشان انا بصراحه بحبش بس مواتير اعتياديه. فهذه عباره عن كت الموتور، تمام. هنا هينحط الموتور، بس ايش هذا كله خليني افرجيك ليش. بكل بساطة شباب، لأنه هذا هو الموتور اللي أنا بستهدفه، تمام؟ أنا بدي محرك بحيث إنه يشتغل بشكل لينير، اللي هو بشكل خطي، مش فقط بشكل دوراني، تمام؟ وبالتالي أنا ممكن أتحكم هنا بالسرعة، في نفس الوقت بأوحي للمستخدم إيش اللي بشوفه، تمام؟ فأنا هحطه بالشكل هذا زي ما أنتم شايفين، خليني بس أكبر، تمام؟ بالشكل هذا. هذا طبعا اول مره اصممه، وبالتالي مش عارف اذا هيطلع عندي اخطاء ولا لا. بالشكل هذا احطه، تمام. وهنا طبعا لازم يتركب حاجه معينه، طبعا له اطراف، الطرفين الموتور اللي هم هذولا الاثنين، هشبك الطرفين باللحام، طبعا هو هيتلزق تلزيق على اللوحه، تمام. في نفس الوقت، طب ليش السلوت هذا؟ السلوت هذا شباب انا عامله علشان بصراحه اضع على المحرك او على هذه من تحت ايش مغناطيس زي هيك، شايفين مغناطيس بالشكل هذا. طب ليش؟ علشان طبعا تدخل بالشكل هذا، اوكي، وهو بلف. طبعا انا لما احط
المغناطيس بالشكل هذا شباب انا لازم الزقه تمام، وهو بلف المحرك تمام، المغناطيس هذا هيمشي من جهة هذه للجهة هذه تمام. فانا حاطط هنا تقريبا هحط هنا سنسور مغناطيسي وهناك سنسور مغناطيسي عشان يوضح تمام انه والله اجل الاخر او لا تمام. وبالتالي انا لما الف هذا المحور هذه الصمولة هتمشي من هنا لهنا، وبالتالي هيحدد نهاية الشوط وبداية الشوط. فهذه هي الفكرة الأولية، هل هتنجح معايا مش هتنجح ما بعرف. في نفس الوقت طبعا هو هيكون له رجلين هنا، وبالتالي هتكون مرتفع عن الكيت، فما فيش مشكلة. بالنسبة طبعا للكيت نفسها اوكي، هيكون طبعا هو جاي من تقريبا من اول كيت لاخرها، نشوف هيكون جاي من اول كيت للاخر، يعني مش هيكون معدي، وبالتالي هيكون ممتاز تمام. طبعا هيكون مرتفع لانه ايش هيكون راكب على رجلين، وايش في نفس الوقت هيكون الكيت بالشكل هذا. فايش رايكم بالفكره هذه؟ طبعا هذا ايش بيعمل؟ طبعا في تعديل هيك اجى في بالي الان، انا لازم يعني بدي اعمل زي مصدر هنا، تعداد مصدر سنت 2 3 4 عشان اوحي للمستخدم انه والله قديش مشي تمام، او اذا بده يقف عند درجه معينه. فشو رايكم في هذه الفكره؟ طبعا زي ما حكيت لكم هذه عباره عن جامبرز. كيف يعني ما اقصد بالجامبرز؟ هم اللي هم هذول هذه يعني الحاجه الصغيره هذه تمام. انا طبعا طلبتها بالشكل هذا علشان ايش اقدر مثلا ارسلها للمستخدم هو يكسرهن ويلحمهن، او هو فقط ايش يلحمهم، او انا الحمهم واكسر له اياهم. بس ايش بتكون تكلفه رخيصه علي، يعني ممكن ادي له 20 30 وحده على طول من غير اي مشاكل عن طريق ايش كيت واحده. طبعا اوريدي في حاجات انا عرضتها اللي هو هذه ما فيش فيها تغييرات تمام ابدا، وكمان هذه للمقاومات ما فيش فيها تغييرات ابدا، وكمان هذه للكابسترز. التغيير الوحيد اللي انا عملته انه والله ضفت هنا، يعني فقط علشان نوضح، ضفت هنا وين الموجب وين السالب، بس هاي الموجب هنا مثلا، موجب هنا، موجب هنا. بس هذه كانت ضايعه مني، فكل كاباسيتور في له موجب انا حطيت له ايش الموجب تبعه، ولكن باقي الحاجات نفس الاشي. فانا صنعتهم بالشكل هذا زي ما قلت لكم علشان ممكن ايش هل اخلي المستخدم هو اللي يلحم ولا انا اللي الحم. حاجه جديده انا جبتها اللي هو هذه تمام، يعني مش جديده ولكن التصميم اخر حسب ما انتم اقترحتوا، انا قلت اجرب ليش لا. بس ايش عملتها بطريقه بحيث انه يعني يكون بين البنين. خليني اقول لك شو القضيه اللي هنا. بكل بساطه هنا عباره عن اعتقد هيك بالمقلوب تمام، عباره عن مقاومات مثلا، كاباسيتورز مثلا اوكي. طبعا في حاجات طبعا غير متوقعه ظهرت الحين بنشوفها، وفي LDR، في ماجنتيك سويتش هنا، في ليدات تمام. ايش اللي انا عملته بالضبط؟ التغيير بسيط انه خليت السيمبل اللي هو الرمز العنصر في الاعلى شويه، وخليت العنصر ايش ماله في برضه في الاعلى، يعني الاثنين في الاعلى. هذا 10 كيلو اوم قيمتها مقاومه، وهنا العنصر انا ممكن اشبكه ان كان SMD او ان كان ثرو هول تمام. فهذه بعض الاقتراحات قالوا هيك اعملها، بس هل هيك افضل ولا لا؟ لانه هيك اضطريت انا اصغر اللي هو الرمز كتير، اللي هو القيمة كتير. يعني مثلا لفرجيك انا القيمة السابقة، شايفين هذه؟ هذه عبارة عن القيمة السابقة والرمز، والكومبوننت نفسه هي موجود ورا تمام؟ لكن هنا اضطريت انا اعمل القيمة صغيرة، فمش عارف هذه كويس ولا لا. المقاومة هتكون في الأعلى، وبرضو إيش الرمز تبعها. هنا عاد زودنا كاباسترز، في بعض الكاباسترز مظبوطين، يعني خلينا بس إيش أقرب شوي. في بعض الكاباسترز هنا شبه مظبوطة، بس في بعضهم الشكله التيرمينال هذا وهذا داخلين على الرمز، هذا مش حلو بصراحة. بس على الأقل 100 مايكرو فراد يعني بيوضح له إنه هو عبارة عن إيش، عبارة عن كاباسيتور. طبعا يا شباب حطيت هنا ليدات، الليدات زي ما انتم شايفين هنا في خرمين، وهنا في كمان حاجه، هذا ليد بمقاومه عشان حمايته، وهذا على ما اعتقد حطيت انا ليدات من غير مقاومه، الا اذا انا طبعا مش في هذا مش في هذه اللوحه. هنا في بوتون تمام، مقاومه متغيره
نوع مختلف، مقاومة حرارية، مقاومة ال دي ار، مقاومة ال دي ار، هنا ماجنتيك سويتش، ريد سويتش او ريد ريلي. ف ايش رايكم، هل هذا الشكل افضل ولا الشكل القديم؟ وهذا افضل، تمام؟ قولوا لي رايكم، خلينا احطهم جنب بعض بالشكل هذا. شايفين هذا افضل ولا هذا افضل؟ طبعا طلبت عناصر مختلفه، اغلبها دايودات وحاجات مختلفه، ولكن ايش بلون مختلف، تمام. انا تقريبا نسيت اطلب اللي هو الاخضر، مش الاخضر، الاخضر طبعا هذا عشان لونها اخضر، فانا مش راضي اطلب اخضر، اوريدي طالب احمر، طلبت ازرق وطلبت اسود، تمام، لكن ايش ما طلبتش اصفر مثلا، فمش عارف. البيربل طبعا يا شباب في بعض الالوان لما تطلبها انت بتكون اغلى شويه، تمام. فخليني هنا افرجيك شو موجود هنا، طبعا هذه للحمايه عشان ما ينكسرش، نفس الوقت هنا خلينا نشوف شو انا عملت في هذه اللوحه. طبعا هنا الجزء الخلفي، هنا الجزء الامامي، طبعا زي ما احنا شايفين هنا دايودات، انود كاثود انود كاثود انود كاثود، الرمز في الاعلى وهي موجوده هنا. طبعا هذه لا باس فيها عشان ما فيش عليها قيمه، تمام. نفس الشيء الليدات، هذا زينر، زينر هنا مكتوب عليه، طبعا مش عارف اذا انتم هتشوفوه ولا لا، ايوه 5 فولت هنا، 10 12، هذا زينر. هذه عبارة عن الليدات، طبعا كل واحد هيكون بلون، ولكن انا مش هوضح اللون اكتبه لانه خلاص الواحد بيشوف الكلر من برا. هذه كلها عبارة عن ليدات ولكن من غير مقاومات، تمام. وهنا عبارة عن اللمبة اللي انا قلت لك عليها بتنقطع في الاول، يعني افرجيك ليش كانت تنقطع معايا. يعني شايفين هذه اللمبة هنا، هي مقطوعة ليش؟ كان هو اصلا سلاكها بصراحة كثير ضعاف، كثير ضعاف سلاكها، تمام. وبالتالي بستلحمها بالشكل هذا من فوق، من هنا ومن هنا، على طول ايش مالها؟ بعد حركة حركتين ثلاثة من الأطفال أو من، ها هي انقطع، شايفين؟ هذا اسمه حل غير قوي، غير روبست، أوكي؟ مش متين. عشان هيك أنا ايش عملت؟ ايش فكرت؟ قلت بدي أحطه بالشكل هذا، خليني أجيب لمبة وأشوف. طبعًا هذه هي اللمبة اللي ايش اللي احنا نشتريها، تمام؟ وهي الطرفين تبعتها، طبعًا هذه اخترتها بعد ثلاث أربع محاولات يا شباب، لأنه بدي إياها تشتغل من جهد صغير 2 فولت لجهد كبير 12 فولت من غير مشاكل، او حتى اكثر من 12 فولت وبتيار صغير، وبالتالي هذه اخترتها بعد يعني تجارب كثيره. طيب خلينا نرجع ثاني، بدل ما انا اشبكها بالشكل هذا من فوق هيك وتتعرض لكثير من الاهتزازات والانحناءات، فانا قلت اجيبها بهيك، شايفين بالشكل هذا، اوكي، واحط لها مثلا يعني جزء صغير مثلا من اللاصق، طبعا اذا ما كانش بيسيح، تمام، واشبكها او احمها من تحت بالشكل هذا، وبالتالي هتتلحم هيك، تمام، وهي هيك، وبالتالي عمليه انها تتحرك كتير اقل من قبل، عمليه الحركه هتكون ايش مالها اقل من قبل، تمام. وممكن لو انا نزلتها شويه، تمام، وخليتها بس هيك الراس تبعها هو الموجود يعني بالشكل هذا يكون افضل، هيك ممنوع تتحرك بتاتا، تمام. فهذا عباره عن فكره للحل، بس انا يمكن برضو احط لها لاصق صغير جدا بحس انه ايش برضو ما تتحركش بتاتا، وبالتالي هيك ايش حميتها اكثر، وصار انه لو المتعلم حركها كثير ما بصيرش فيها اي مشاكل. فشو رايكم في التحسين هذا؟ طبعا قبل الختام فقط عشان افرجيك ان انا عملت لون مختلف، بس نسيت اطلبه هذه المره او اجدد شويه. طبعا هذه عباره عن مقاومه متغيره، تمام، مقاومه متغيره، هي مكتوب بوتنشيميتر، هي محطوطه، هذا عملتها قبل هيك، تمام. فهيها بالشكل هذا، لو انا طبعا هذه سيبك منهم انساهم، هذول حاجات ثانيه. فهيها لون مختلف، مين احلى فيهم على اساس انه نزود منه او نغير؟ نقدرش نعمل لكل عنصر لون لانه هيك ما فيش اصلا الوان متاحه كثير، ثانيا هتكون تكلفه عاليه جدا، احنا لازم ايش نخلي كل ثلاث اربع عناصر نفس اللون، تمام. فتقريبا شباب هو هذا ايش الاشي اللي انا حاب اعرضه او حبيت اعرضه في هذا الفيديو، كيف الاوردر بيجي، كيف ممكن احنا ما نعمل هذا التحسينات، كيف الحاجات شكلها، ممكن تتعلم برضو من شكل الحاجات اللي انا بعملها على اساس انه توحي لك بتصنيع حاجة بتكلفة قليلة انك انت تعملهم زي هيك، تمام. فهذه بيعتبروها لوحة واحدة، هذا ما بيعتبروها
20 لوحه. في بعض الشركات بتعتبر انه هذه عباره عن 20 30 لوحه وانت شبكتهم مع بعض، لازم ايش؟ لازم ان تتكلف ال 20 لوحه. لكن انا بعمل التركات هذه على اساس انه ايش؟ اوحي لهم انه لا، هذه عباره عن لوحه واحده بتتركب مثلا على كيت زي هذا بالشكل هذا، وبالتالي انتم مالكوش دخل اذا انا بعد هيك بدي اكسر ولا ما اكسرش. فكل هذا ان شاء الله يعني يعتبر خبره للجميع. فانا هاخذ وقت انه الحم تمام، واشوف اركب كل حاجه، وبعد هيك لو صار في اي فيديوهات على هذه الكيت انا هعرضها، ولكن هعرض يا اما حاجه فيها تحسين شديد او حاجه مثلا تجربه عمليه عليها تمام. في حاجه نسيت اقولكم اياها، انا هنا علشان اقلل عمليه الانحناء لهذه، شايفين اول حاجه في هنا عملت حطيت يعني او جبت بلاستيكات اوكي، طولها بالضبط نفس طول البعد هنا. ثانيا زي ما انتم شايفين هنا انا عامل اثنين بوردات مش واحده، حطيت تنتين فوق بعض. هذا طبعا ممكن يزود التكلفه علي، ولكن انا يعني ازود القوه تبعتها بتكلفه بسيطه جدا. قديش التكلفه هتكون؟ يعني تقريبا 2 3 دولار تمام، لانه اللوحتين الزياده هيكلفون 2 3 دولار، وبالتالي ايش؟ لانه مش محتاجين اي لحام. فاعتقد هيك جيد، ممكن انا اسيبه بالشكل هذا او ممكن احط بداله خشبه، ولكن اعتقد هيك احلى تمام. فاتمنى يعني يكون هذا التفكير اللي انا بشاركه معكم مفيد لبعض الناس، على اساس انه بدي اياكم برضه انتم تصنعوا. هذه الحاجات بعملها انا لانه بحب اعمل هذه الحاجات الادوكيشنال، برضه بحب اعمل مناهج بحيث انه ايش؟ ابعثها لمدارس او جامعات. ففي كتير كلام على الموضوع هذا والتعليم وتطوير التعليم، وبالتالي ليش ما نكون جزء من هذا الرحلة وكمان ايش نستفيد منها ماديا. فأتمنى يكون على الأقل هذه الفيديوهات مفيدة لكم. إذا عجبك الفيديو اعمل لايك وشير وسبسكرايب، إذا عجبك الفيديو شوف اللينكات أسفل الفيديو وبرضو اضغط عليها واعمل كومنت كمان يوضح رأيك في الموضوع هذا، وشاركنا أي أفكار تانية ممكن أستفيد منها. وثالثا أو أخيرا ياريت تشوف إذا في عناصر أنا فقدتها.